أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. ما يحدث في الشارع الغربي المتضامن مع غزة يبدو اليوم أشبه بمحاكمة شعبية للأنظمة والمؤسسات الغربية. من الواضح أن السردية الصهيونية في الغرب التي صمدت منذ الحرب العالمية الأولى بدأت تفقد سطوتها، خصوصا بعد أن ظهر جيل جديد يثير الأسئلة. عشرات الجامعات وعشرات الساحات والميادين العامة بات صوتها يعلو على صوت الإعلام الغربي، وترفع اسم فلسطين وغزة أو ترفع اسم فلسطين وغزة وتطالب بوقف الحرب. فهل تهشمت صورة إسرائيل التي بنتها الصهيونية لأكثر من 7 عقود؟ ماذا عن الحركات الطلابية العالمية في أمريكا وبريطانيا وأوروبا؟ هل يمكن أن تكتب فصلا جديدا في كتاب حريات الشعوب؟ وماذا عن الحركات الحقوقية المدافعة؟ هل يمكن أن تسهم في إيجاد قوة نافذة لتعزيز موقع القضية الفلسطينية وحقها الإنساني؟ دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. ربما لا يجدون الدبكة الفلسطينية، لكن ما هو واضح ومؤكد أنهم باتوا يعرفون جيدا ما هي القضية الفلسطينية. ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة ضد الفلسطينيين ولا تزال تفعل ذلك، وهي تتكئ على دعم غربي لا محدود، لكنها فوجئت كما فوجئت الأنظمة والمؤسسات الغربية ذاتها بجيل شاب لم يعد يؤمن بالرواية القديمة وبات لديه وجهة نظر مختلفة، خصوصا بعد أن كشفت الحرب عن مأساة إنسانية مروعة ترتكب في غزة منذ أكثر من نصف عام. خلال 200 يوم من الحرب كان لها تأثير عنيف على إسرائيل نفسها. تهشمت السردية الصهيونية في الغرب بعد صمودها منذ الحرب العالمية الأولى، وبدأت علامات الاستفهام. جيل الجامعات نجح في كسر الصورة النمطية الصلبة التي سعت إسرائيل لرسمها، وباتت ساحات الجامعات والميادين العامة تشهد ما يشبه المحاكمات الشعبية على جرائم الاحتلال والأنظمة المساندة لها، وأصبح اسم فلسطين يطغي على كل وسائل الإعلام الغربية ومؤسساتها التي سوقت تحت لافتة معاداة السامية لأكبر عملية تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني. اليوم لم يعد الأمر مجرد معلومات مغلوطة أو خطأ غير مقصود كما تقول الرواية الإسرائيلية، فقد تعرت خطاباتها وتبريراتها وانكشفت قيم وديمقراطية الغرب، وبات يعيش مأزقا حقيقيا أمام خطاب مفتوح أطلقه الناس في الشوارع والطلاب في الجامعات. وأمام غياب الزخم العربي الذي دفنته الأنظمة والهيمنة الغربية على المنطقة، يبقى السؤال: هل ستمتد آثار الثورة الطلابية الغربية إلى المنطقة العربية، أم إن ذلك يحتاج لآمال كبيرة بتجاوز هشاشة اللحظة العربية التي صنعتها الأنظمة؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الذين سيكونوا معي في هذه الحلقة. هنا في الاستوديو الدكتور عبد المجيد مراري، رئيس قسم الشرق الأوسط بمنظمة FD لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك دكتور، نورتنا، يعني ضيف عزيز على المساء اليمني عن بعد، واليوم أنت هنا معنا في الاستوديو. شكرا، سعيد بتواصلي معكم بوجودي وحضوري معكم. أهلا وسهلا بك. وسيكون معنا أيضا الأستاذ الدكتور ماجد عزام، الكاتب والباحث الفلسطيني، عبر سكايب. فأهلا بكم ضيوفي الأعزاء والمشاهدين الكرام. أبدأ من عندك دكتور عبد المجيد. دكتور، في واحدة من أخطر السيناريوهات المصاحبة لمشاهد إبادة سكان غزة، كما نتابع تدمير المدينة برمتها وتهجير سكانها، كيف تقرأ المشهد اليوم بعد كل الذي حدث؟ تحية لك في البداية والمشاهدي القناة. طبعا نحن أمام كارثة إنسانية الآن بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومن قيمة قانونية كذلك. نحن أمام سقوط أخلاقي وقيمي على المستوى الدولي كذلك. ما بعد 7 أكتوبر سقط القناع وانكشف الواقع وزيف الشعارات التي تحملها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، انكشفت حقيقة هذه الإنسانية التي كانت تدعيها، وهي الحقيقة أنها لا إنسانية لهذا العالم، لا إنسانية لهذا العالم الذي لم تتحرك ولم يتحرك ضميره لمقتل ما يزيد الآن عن 35,000 إن لم نقل أكثر مدني، بينهم ما يزيد عن 15,000 طفل. هذه الإنسانية التي كانت تتحرك بمجرد مقتل قط أو حيوان
لم تتحرك لمقتل الأطفال الخدش والرضع، لم تتحرك هذه الإنسانية. وكشف ما بعد 7 أكتوبر اكتشفنا بأنها هي إنسانية مزيفة، ولكأنها نلاحظ أو نتابع فيلم هوليودي ليس إلا. هكذا إنسانية هذا العالم الحر الذي ادعى الحرية والديمقراطية وحق الإنسان. نعم، إذا برأيك ماذا عن الموقف المتعلق بالشعوب الغربية اليوم مع حرب غزة؟ يعني هل نستطيع القول بأن السردية الصهيونية تفتتت عند الشعوب الغربية؟ بكل تأكيد، عندما نرى هذا الزخم في الشارع الغربي في الدول التي هي محسوبة على يعني الحليف أو كحليف استراتيجي للاحتلال الإسرائيلي كبريطانيا، ونرى الشارع البريطاني كيف هو حاضر وهو داعم لغزة ولأهل غزة، بذلك الزخم الشعبي الكبير فرنسا ألمانيا، رغم الحيف والظلم ورغم المنع الذي يتعرض له الشعب الألماني. هناك قوانين منعت الحق في التظاهر، حتى مبدأ كلمة الحق أصبح أصبحنا غير مطالبين بالحديث عنها في أوروبا للأسف الشديد. هذا الحق الذي انتزع صار مطلبا للأسف الشديد الآن في أوروبا. الحق في التظاهر لم يكن يناقش على الإطلاق، الآن أصبح الحق في التظاهر مطلب في ألمانيا وفي عدد من الدول الأوروبية، وكان سيصير مطلبا لولا إصرارنا وصمودنا كذلك في فرنسا بعد أن انتزعناه قضاء ولم ننتزع هو قانونا، انتزعناه من القضاء للأسف الشديد. لم نكن، أنا شخصيا لم أكن أتصور أنني يوما ما سألجأ إلى القضاء كي أدافع عن حقي في التظاهر والتعبير عن الرأي. لم أكن أتصور على الإطلاق أن أصل يوما في فرنسا أن أطالب المحكمة الإدارية بأن تلغي قرار بمنعي من التظاهر، فتم ذلك الأمر وربحت هذه القضية، من ذلك تحررنا في فرنسا. الشارع الأوروبي يغلي والشارع الغربي يغلي، فبالتالي تلك السردية تبخرت. الآن الشارع الغربي هو مع الحق، هو مع ضد الظلم، هو ضد الإبادة الجماعية، بل ليس فقط الشارع الغربي حتى بعض المؤسسات الدولية. محكمة العدل الدولية نصفت الشعب الفلسطيني بغض النظر عما يمكن أن نقول في حقه في حقها، لكنها نصفت وكانت لها الجرأة، وأقولها دائما كانت لها الجرأة في أن تنصف الشعب الفلسطيني وتدين الاحتلال الإسرائيلي وإن كان من طرف خفي، لكن تلك إدانة. لذلك لم يستقبلها نتنياهو بصدر الرحب، ووصفها بأنها قرارات مخزية، هكذا وصفها نتنياهو ولم يتقبلها، وهكذا هو متخوف كذلك من محكمة الجناية الدولية. ربما يأتي تفصيل ذلك في حديثنا. إذن أرحب بالدكتور ماجد عزام الكاتب والباحث الفلسطيني والذي سينضم معنا عبر سكايب. مساء الخير دكتور ماجد. مساء النور، مساء النور لحضرتك لضيفك العزيز للسادة المشاهدين. أهلا بك دكتور ماجد. دكتور ماجد، ونحن نتحدث مع الدكتور عبد المجيد حول كيف تفتتت السردية الصهيونية عند الشعوب الغربية. في السابق كانت الشعوب الغربية معمية على عيونها وتظن بأن لإسرائيل حق الوجود مثلها مثل فلسطين. اليوم الوضع مختلف تماما، فهموا الوضع بشكل أكبر، فهل نستطيع القول بأن الوضع اليوم مختلف، خاصة يعني بعد صمود السردية الصهيونية لوقت طويل في السابق؟ مرة ثانية مساء الخير لحضرتك لضيفك للسادة المشاهدين. صحيح نحن أمام تآكل للرواية الصهيونية، لأنه حجم الفضائح حجم الجرائم في غزة لا يمكن إجرامها، لا يمكن إخفائها، يصل الأمر إلى حد التجويع، إلى حد المجاعة في القرن 21، ثم هذه الجرائم في تدمير 75% من قطاع غزة، البنى التحتية جعله غير قابل للحياة، وارتكاب جريمة إبادة ليس فقط يعني أمر جهود مهمة قام بها زملائنا في غزة، لكن حتى جنود الاحتلال قاموا بتصوير تفجير مربعات سكنية كاملة، بتفجير جامع السخرية من المباني المدمرة، وحتى من الشهداء في الشوارع. نموذج الشفا ناصر اللي وصفه الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية WHO انه هيكل فارغة مع جثث شهداء، هذا النموذج تم تعميمه على ثلاث ارباع قطاع غزه تقريبا، او حتى 90% باستثناء رفح، اذا فرضنا انه رفح حوالي 55 كيلومتر مربع. لم يكن بالامكان اخفاء هذه الجرائم، لكن يجب ان ننتبه، هذا امر مهم جدا، انه التآكل في الروايه الصهيونيه
وأنه إسرائيل هي الضحية، وأنه هي الواحة في صحراء المنطقة القاحلة، هي القاعدة المتقدمة للتنور للحضارة الغربية المتنورة. هذه تأكلت بشكل تدريجي وبطيء لكن مستمر، على الأقل في آخر 30 عام. للأسف نحن بعد النكبة الأولى، عندما كان يحكم في العالم العربي في حوض الكوبرا مدنيات ديمقراطية، كان هناك اهتمام كبير بالعمل السياسي، طبعا حتى بالعمل الجهادي. الدول لم تكن قد بنت نفسها، لكن حتى تم إرسال قوات لفلسطين، كان هناك اهتمام بالعمل السياسي. القرار 194 وهو قرار عودة اللاجئين، اللي نص أيضا على تشكيل الأونروا أو تأسيس الأونروا ثم استقبال اللاجئين الفلسطينيين. لكن للأسف مع انقلابات العسكر وتمكن العسكر من السلطة، لم يعطوا اهتمام كبير في هذه الجوانب السياسية والقضية تقريبا في الرواية أمام الغرب. لأنه عندما كان يتحدث عدو من يقول، حتى لم يتحدث عن الصهاينة والمستعمرين، قال أنه سيلقي اليهود في البحر، لم يقول أنه سيلقي المحتلين أو المستعمرين. ثم حتى مرحلة صعود الثورة الفلسطينية، رغم وجود الشهيد ياسر عرفات في الأمم المتحدة بما يشبه الانتصار في العام 94، اعتراف الجامعة العربية منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد، لكن استمرت سلسلة خطف الطائرات ولم يكن اهتمام كبير بمواجهة الرواية الصهيونية بلغة يفهمها الشارع الغربي. حصلت الأمر مع الانتفاضة الأولى، مع الصورة اللي كانت حاضرة، مع مشهد فارس عودي في مواجهة الدبابات، مشهد أطفال الحجارة في مواجهة الاحتلال. تغيرت الصورة، وأن هذه ليست الواحة المتنورة، ليست الواحة الديمقراطية، هذا آخر احتلال في التاريخ، خصوصا بعد سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. توالى الأمر مع وجود جاليات، الجيل الثاني وثالثة من الفلسطينيين، الجيل الأول مات، الجيل الثاني والثاني والثالث لم ينسى، الجاليات العربية، الجاليات الإسلامية، الفكر، العمل، المؤسسات المنظم. ثم كانت الفتوى حتى من محكمة العدل الدولية عام 2005 عن أن الجدال الفاصل غير العنصري غير شرعي ويقام على أرض محتلة. يعني رواية إسرائيل تآكلت، ولاحظ أنه هذا حصل لأنه القضية عادلة، وحصل لأنه في الغرب للأسف حتى منظمة التحرير عندما كانت في ذروتها كان لها مؤسسات، لكن لم يتم العمل على هذا الجانب. والآن يتم العمل بشكل تطوعي من مؤسسات مجتمع مدني، لكن ليس بشكل منظم كما يحصل من أو نرى من اللوبي الصهيوني مثلا في الولايات المتحدة أو حتى في أوروبا. رغم ذلك، لأن المتطوعين على الأرض يعتبروا نفسهم رساليين، والقضية العادلة والجرائم التي لا يمكن إخفائها، تصارعت السيرورة في السنوات الأخيرة، وصلنا إلى درجة أنه إسرائيل ليست ديمقراطية، إسرائيلية نظام فصل عنصري كما قالت هيومن رايتس ووتش، وكما قالت أمنيستي. وإسرائيلية ترتكب جرائم حرب، ترتكب جريمة إبادة، ترتكب جرائم تجوية، هذه الجرائم لا يمكن إخفائها. إضافة طبعا إلى الاهتمام، إلى الانتباه إلى أهمية الرأي العام، القتال على معركة الرأي العام، هذا لا يحتاج عسكرة، القتال على الرأي العام يحتاج عزيمة قوية، ولكن يحتاج وسائل قانونية وإعلامية. لخمس إلى 40 أو 50 سنة كان يتم التعالي حتى تجاه هذه الوسائل على اعتبار والله زمان يسلاحه وهتاف والله زمان يسلاحه، وانه الكفاح المسلح وحده قادر على تحرير فلسطين. الكفاح المسلح مهم، الصمود مهم، لكن نحن من نخوض معركه متعدده الابعاد كما راينا في حرب غزه. هناك معركه مهمه ذات جانب قضائي، ذات جانب قانوني، ذات جانب سياسي، ذات جانب اقتصادي، ذات جانب اعلامي. الا ممكن اختصارها في قصه انه الروايه الفلسطينيه الان اصبحت متقبله، والعالم العالم يتقبل الروايه الفلسطينيه ومظلوميه الشعب الفلسطيني. نعم، إذا بالعودة إليك دكتور عبد المجيد، يعني هل يمكن تسمية ما يحدث في الشارع الغربي اليوم بالمحاكمة الشعبية؟ أم لنقل غضب لحظي مورس عليهم القمع فازدادت المسألة نموا؟ طبعا يمكن أن نعتبر أنه شكل من أشكال المحاكمة الشعبية، على اعتبار أن المحاكم كانت لها مواقف مختلفة تماما عن شعوبها، واتضح أن هذه الحكومات هي منفصلة عن شعوبها وعن تطلعات شعوبها وعن مواقف شعوبها، وأن هذه الشعوب هي التي ظلت متمسكة بالقيم الكونية، قيم حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، في حين تجردت منها حكوماتها للأسف الشديد. هذه الحكومات التي انتخبت هذه الشعوب كي تعبر عن تطلعاتها وعن أمالها، فخذلتها في امتحان عسير إنساني، ليس امتحان سياسي، هذا امتحان إنساني سقطت فيه في أول اختبار للأسف الشديد، في أول وهلة سقطت فيه. فبالتالي أكيد أنها محاكمة، وأن خروج شعوب بهذا الشكل، خاصة شعوب بعض الدول التي هي كما قلت في البداية هي حليف استراتيجي للاحتلال الإسرائيلي، نتحدث عن بريطانيا والتي كانت وراء كل هذا المشكل،
الشعب البريطاني يخرج بهذا الكم، وتحدث عن الشعب البريطاني إلى جانب الجالية العربية والإسلامية المتواجدة، لكن هناك شخصيات سياسية وشخصيات نقابية وكفاءات علمية وأكاديمية كانت في الشارع. الولايات المتحدة الأمريكية تغذي جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وما تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية، هذه نقطة مفصلية في تاريخ الإنسانية لن تنساها الولايات المتحدة الأمريكية. الانتخابات القادمة لن تكون انتخابات كباقي الانتخابات السابقة، ستكون للشارع الأمريكي كلمة أخرى في اتجاه آخر مغاير تماما للأبيض والأسود الذي سارت عليه سنوات. لماذا يعني تصر الحكومات على مجابهة الشعوب بهذا الشكل؟ وكما تفضلتم معلقون بكلمة هذه الشعوب، ألا تجد أن المسألة يعني عادة الناخبين أو المرشحين يعني يقدمون ما يستطيعون حتى ينالوا رضا هذه الشعوب، فلماذا وصل الأمر إلى هذا الحد؟ لأن هذه الحكومات منفصلة عن شعوبها، لأن هذه الحكومات فشلت حتى في بعض المطالب البسيطة لشعوبها الداخلية بغض النظر عن السياسة الدولية، حتى في المطالب الداخلية حتى في السياسات الداخلية فشلت، فبالتالي هناك تراكم لدى هذه الشعوب وفي هذا الزخم هو الذي ولد هذا الانفجار. فالقضية ليست فقط مرتبطة بغزة ويعني الملفات الخارجية، ولكن هي مرتبطة كذلك بتراكم داخلي لمشاكل داخلية خرجت هذه الشعوب كي تنتفض على حكومتها. عندما نرى طلبة من مستويات معينة في جامعات كبرى في أوروبا، في فرنسا نموذجا، في بريطانيا التحقت جامعات في بريطانيا تتضامن مع جامعات مع زملاء لهم في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما نرى طبيعة النخبة التي تخرج في الدول الأوروبية، طبيعة الأحزاب السياسية التي لم تكن لها مواقف واضحة في القضية الفلسطينية التحقت بالركب هي كذلك، وأسقطت تلك السردية الإسرائيلية التي أرادت أن نعيش فيها دائما وفي بوصلتها دائما، وهي تلك السردية أن أي خروج تنديدي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومعاداة للسامية، هذا البعبوع الذي أردنا دائما أرادت إسرائيل أن نعيشه ونعيش فيه وتحت يعني كلكله دائما، فهذا أكيد أن هذا الخوف تخلصت منه هذه الشعوب. والسيناتور الأمريكي عبر عن ذلك بأن هذا شيء بئيس وأننا لن نظل دائما بذلك، عبر عندما رد على نتنياهو قال بأن هذا شيء مرفوض وبئيس أن نبقى دائما تحت هذا التهديد، تهديد معاداة السامية، فلنتخلص من ذلك، نتحرر من هذا الخوف، لأننا لن نعادي السامية عندما نتضامن مع المظلوم، عندما نرفض جريمة الإبادة الجماعية الذي. والأجمل أنه تم هذا الربط، يعني كان كل من يخالف ما تقوم بإسرائيل قالوا معاداة السامية، كل من انتقد إسرائيل أنه يعادي السامية، يعني أصبح الأمر يعني مستفز حقيقة، فمثل هذا الكلام هو يضع النقاط على الحروف. نعم. إذن بالعودة إليك دكتور ماجد، ما هو تقييمك لموقف أو لمدى فاعلية مواقف الدولية المناوئة لأمريكا مثل الصين وروسيا؟ يعني بس في تعقيب بسيط، أهمية ما قاله السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إضافة أنه هو يقود جناح داخل الحزب الديمقراطي أنه هو يهودي وهو معارض ولا يمكن اتهامه بمعاداة السامية، إضافة أنه قال وسمى الأشياء بأسماء كما تحدثنا كما ورد سابقا، هذه الجرائم لا يمكن الدفاع عنها وانتقادها لا يمكن أن يكون معاداة للسامية. لكن بالنسبة للمواقف الصين وروسيا، يعني حتى الآن هي مواقف خجولة، يجب أن ننتبه أنه روسيا مستنزفة في الوحل الأوكراني وتقريبا موقفها من الحرب رغم استمرارها لست شهور، يعني موقف سياسية جيدة مثلا في مجلس الأمن أو في الخطاب العام، لكن روسيا ما زالت أسيرة، لا تقول أنه كما قال ذات بوتين عندما زار فلسطين المحتلة أنه رأى التاريخ اليهودي منشوق على منقوش على حجارة القدس، أو أنه آمن إسرائيل كما كتب الذكرى الخمسين للعلاقة أنه آمن إسرائيل جوهري في السياسة أو عامل مركزي في السياسة الروسية بالمنطقة. يعني الموقف الروسي خجول، موقف سياسي لا بأس فيه يعني الدفاع، أو على الأقل العودة إلى حل الدولتين، لابد أن تنتهي الحرب وإدخال المساعدات والذهاب إلى أو العودة إلى حل الدولتين باعتبار الجذر السياسي
القضية الفلسطينية. تخيل أنه هذا موقف روسي خجول، اللي كانت روسيا تقول أنها تريد أن تستعيد أمجادها وتريد أن تكون لها حضور في المنطقة. عندما حضرت المنطقة من بوابة احتلال سوريا، حصل هذا بتفاهم تام وبتنسيق مع إسرائيل، وبخط ساخن بين قاعدة الاحتلال الروسي في حميمين في اللاذقية، وكرياه مبنى الكرياه ومبنى جيش الاحتلال ورئاسة الأركان في تل أبيب. إذا كان نقول على الموقف الروسي هو خجول، بعض يوصفهم بانتهاز يعني عندما أراد أن يقارن بين ما يجري في فلسطين وما يجري في أوكرانيا، يستغل الحرب والعذابات للتصويب على الغرب في موضوع أوكرانيا. كان واضح الانتهازية كانت حاضرة، وبشكل عام هو موقف خجول وغير حاضر. تخيل أنه إذا كانت هذه روسيا اللي تقول عن نفسها أنها كانت تريد أن تستعيد دورها، فالموقف الصيني هو خجول أكثر. يعني الصين طبعا يجب الانتباه أن الصين لا تتحدث عن نفسها كقوة عالمية كبرى بالمعنى السياسي، ما زالت في المربع الاقتصادي، تريد أن حتى عندما تتدخل في أفريقيا وفي مشروع الحزام والطريق فأمور ذات طابع اقتصادي، لم تصل مرحلة إلى التحول إلى قوة عظمى عالمية من الجانب السياسي. وهذا انعكس أيضا في موقفها يعني في الأمم المتحدة، تصوت بشكل جيد، تتحدث أيضا أنه لابد من إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. طبعا العلاقات مهم كان جدا من الجانب الروسي والصيني، العلاقات مع حماس، رفض تجريم حماس، رفض سيطرة حماس، رفض وصفها بالإرهاب. لكن في السياق العام من القدرة على التأثير، واضح أنه ليست هناك قدرة، خصوصا أنه نتحدث عن قوة عظمى ولو من الدرجة الثانية، روسيا كما كان يقول باراك أوباما ساخرا، والصين هي قوة عظمى من الناحية الاقتصادية، لم تتحول لقوة عظمى سياسية، لكن تأثيرهم ليس كبيرا على مجريات الحرب، خصوصا في ظل التنسيق السياسي، في ظل اللوب القوي لليهود أيضا في روسيا من قبل رجال أعمال حول بوتين، العلاقات مع إسرائيل، التنسيق فيما يتعلق باحتلال سوريا، أيضا العلاقات الاقتصادية هي قوية جدا أو متينة جدا أو واسعة جدا بين الصين وإسرائيل. طبعا هناك رواية أو تقبل للرواية الفلسطينية أيضا، والقول أنه الحل سياسي والحل هو بالدولة الفلسطينية، لكن بالمجمل ليس هناك قدرة على التأثير. يجب أن نتذكر، وهذا أمر مهم جدا، مثلا أنه حتى عندما كان الاتحاد السوفيتي قوة عظمى في عام 82، وحتى قبل أن يتورط في الوحل الأفغاني، كانت بداية توحله كما يقال أحيانا في الإعلام العبري، على فكرة يستخدم لفظ توحل للقول أنه الحالة الآن ليس فقط من الناحية العسكرية، هي توحل بالنسبة لجيش الاحتلال في غزة، تشبه ما حصل في فيتنام وتشبه ما حصل في أفغانستان. روسيا الاتحاد السوفيتي كان قوة عظمى في عام 82 وفشل في إيقاف الغزو الإسرائيلي اللي وصل إلى حد بيروت ومحاصرة أول عاصمة عربية، احتلال أجزاء واسعة منها في الشرق والشمال، وقرار إنهاء الحرب لم تكن روسيا حاضرة فيه، كان وسطات عربية وأمريكية، وشجاعة كبرى من الرئيس ياسر عرفات اللي رفض تدمير بيروت وقال إنه لكل طفل في بيروت حق عليه، وهذا صحيح في الفيديو الشهير المتداول، وأنه الفلسطينيين يخرجوا مرفوع الرأس ومواجهوا جيش الاحتلال، وكان ممكن أن يصمدوا شهور وحتى سنوات دون أن تسقطوا، ومواجهوا جيش الاحتلال وبالتأكيد هزموه وحافظوا على القضية الفلسطينية طوال الوقت. لكن حتى الاتحاد السوفيتي عندما كان قوة عظمى عالمية كبرى فشل في إيقاف الحرب عام 82، وفي هذه الأيام هي الموقف أشد خجلا. يعني ليس هناك أنياب حقيقية لوقف الحرب، ليس هناك إرادة حقيقية لاستخدام هذه الأنياب، ناهيك عن أن عدنا إلى عجز مجلس الأمن واستلابه إلى القوى العظمى. لابد يعني واحدة من الدلالات الأساسية للحرب إن أكدت ما كنا نعرفه، لا النظام الدولي يجب أن يتغير، لا يمكن أن تستمر الأمم المتحدة بهذا العجز والشلل حتى مع مواقفها الجيدة في السياق السياسي أو الإنساني. نعم، إذا دكتور عبد المجيد، أنت كيف ترى هذه المواقف من هذه الدول، الصين وروسيا؟ هل هي بالمستوى المطلوب لكونها مناوئة لأمريكا مثلا أو لانتصارها لهذه الشعوب؟ كيف تقرأ الأمر؟ أنا أشاطر دكتور، أعتقد أنه موقف يعني متذبذب، لم يكن موقفا واضحا صراحة، موقفا حاسما، حتى أنه في مجلس الأمن أحيانا نرى أنه ليس هناك يعني مواقف ثابتة لا للصين ولا لروسيا في التصويت. نعم، فأكيد أنها هي مواقف متذبذبة لاعتبارات ولمصالح سياسية تقدرها هذه الدول، تقديرنا نحن هي مرتبطة بانتمائنا الوجداني والعاطفي لقضايانا العربية والإسلامية، فهذا اعتبار لا يمكن أن نقيم من انطلاق هذا الانتماء أن أقيم روسيا ولا الصين، لأن لها حسابات. لا ننسى بأن الصين هي الآن في نزاع وفي حرب مع أوكرانيا،
لروسيا والصين هي كذلك تتهيأ لمعركة لربما في المستقبل على مع تايوان، وهي تعد العدة لمواجهة أي يعني دخول للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع التاريخي بين الصين وبين تايوان. فكذلك هذه اعتبارات يمكن أخذها، يمكن أن تكون بعين الاعتبار. فأعتقد أنه هذا هو رأيي في المسألة. طيب برأيك دكتور ماجد، يعني في ظل غياب الزخم العربي الذي دفنته الأنظمة والهيمنة الغربية على المنطقة، ما البديل؟ هل نظل نتفرج بإعجاب على ما تقوم به الشعوب الغربية ونقول أوم ما شاء الله انظروا كيف لم ينسوا القضية الفلسطينية؟ لا، نستمر، يعني يجب أن تكون الروح المعنوية عالية، وهذه أهم. ولكن عمليا يعني لم تعد توجد هناك لا مظاهرات ولا احتجاجات. أهم رسالة من القنوات التي تقوم فيها بلقيس وأخواتها وأشقائها أن مواجهة الطغاة لا تعني الغزل مع الغزاة. يجب الفهم أن المعركة الأساسية لن تحسم في فلسطين طالما يستمر الاستبداد في حواضرنا الكبرى واستجداء الاحتلال لدمشق وبغداد، اختطاف القاهرة، تدمير حلب والموصل. كيف يمكن خوض المعركة الكبرى مع الغزاة كما كان الحال تاريخيا؟ ونعتقد واحدة من الدلالات الكبرى لهذه الحرب أنه كما في عين جالوت وحطين، وحدة الساحات الحقيقية هي بين القدس وحطين وغزة مع أخواتها عبر التاريخ، كما كان مع دمشق ومع بغداد ومع حلب ومع الموصل ومع دمشق. ليست هناك مظاهرات لأن هناك استبداد. يجب أن ننتبه أن الشعب الفلسطيني صامد وأن المعركة تحسم. هي هذه معركة ماراثونية طويلة، ولا نحسبها حتى بالسنين وربما بالعقود. يجب أن ننتبه للاحتلال الفرنسي مثلا استمر الجزائر أكثر من قرن حتى، لكن هذه إن شاء الله لن يصل الأمور إلى قرن. حتى في إسرائيل يقول أنه ما في دولة يهودية عاشت بالتاريخ أكثر من 80 عام، وينظر بشوم إلى ما جرى حتى قبل حرب غزة. لكن الصمود الفلسطيني هو أسطوري، لكن هذه الغزوة كما كان يقال عن حق لا يمكن أن يحسمها الفلسطينيين وحدهم، دون أن يعني هذا أن يتنازل الفلسطينيون عن القيام بواجباتهم الإخلاقية والسياسية والوطنية في مواجهة الاستعمار. يجب تعرف انه كان دائما يستخدم لفظ الاستعمار والاستحمار في الحديث، اعتذر على المصطلح، لكن في الحديث عن الغزاة والطغاة. الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه. يجب ان ننتبه ان الشعوب العربية قدمت تضحيات هائلة في الأربعينات والخمسينات في إرسال المتطوعين فلسطين، في السكوت على الاستبداد وحتى دعم المعركة عندما قيل أن الاستبداد وقار الشعوب هو لأن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، أنه هذا تجويع الشعوب وإذلاله، وحتى قهر أنه بصدد التفرغ للمعركة الكبرى مع الاحتلال. هذا لم يحدث. أنا أعتقد أنه الثورة العربية الأصيلة اللي قامت عام 2011 هي كثورة عربية أصيلة، ولا يمكن تحرير فلسطين دون أن يتم تحرير العواصم العربية، الحواضر الكبرى خصوصا التاريخية اللي قامت بواجباتها في صد الغزاة عبر التاريخ من الطغاة. للأسف مع الموجة الثورة المضادة عادت الاستبداد إلى الحواضر الكبرى، هذا يمنع حرية العمل السياسي. كيف يمكن التأثير على المواقف الغربية وهناك قمع للشعوب العربية بالمنع عن تعبير عن نفسها في صناديق الاقتراع، في الإعلام، في البرلمان وفي الشارع؟ وأنا أعتقد أنه هذا الثورة المضادة لن تستمر، سيعود الشارع العربي إلى الحراك. ويجب أن نفهم كما أقول وأكتب دائما كفلسطين أن المعركة هي واحدة، يعني عندما ينتفض الشعب العربي من أجل الخبز والحرية والكرامة لأنه هذا انتفاضة من أجل فلسطين، لأن الأنظمة التي فشلت وتفشل في امتحانات الخبز والحرية والكرامة لا يمكن أن تنجح في امتحان فلسطين. فقط دول أنظمة شعوب حرة يمكن أن تساهم في توفير حرية فلسطين. المعركة هي واحدة والمعنويات يجب أن تكون عالية حتى مع الثورة المضادة. أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه. الشعوب العربية ما زالت صامدة، دفعت ثمن كبير لخمسين عام بحجة تحرير فلسطين، ثم بعد الثورات العربية الأصيلة في عام 2011 اللي كانت تسعى لبناء دول مدنية ديمقراطية بدول حقيقية لا يمكن تحرير فلسطين ومساعدة الفلسطين على تحرير بلادهم بدونها، حصلت الثورة المضادة. للأسف تمت السيطرة على العواصم. الآن يتم قمع الشعوب العربية، والأنظمة التي تفتقد إلى شرعية من هذه الشعوب وتبحث عن شريانها في الخارج لا يمكن أن تستمر. المعركة ماراثونية، يجب أن نخوضها بمعنويات، يجب أن نخوضها بتصميم. الشعب الفلسطيني قام بواجبه، الشعوب العربية قامت بواجبها. الآن نعيش فترة انتقالية، ستنتفض الشعوب العربية وستبحث عن حقها. ليس هناك انفصال بين حق الشعوب العربية في الكرامة وتقرير مصير وحق الشعب الفلسطيني في الشيء نفسه. نعم، إذا أعود إليك دكتور عبد المجيد، يعني لو تسألنا حول ما الذي قمتم به كمنظمة حقوقية وغيركم الكثير من المحامين والمنظمات
في إيصال صوت الفلسطينيين، في تحريك ملفات المحاكمة، في توضيح الحقيقة والضغط لأجل الخروج بقرارات يعني تعنى أو يعني تهتم بالجانب الإنساني الذي تعرض له الفلسطينيون. طبعا أي عمل قمنا به سيبقى متواضع مع جسامة الوضع ومع خطورة ما وصل إليه الأمر في غزة. طبعا نحن كمنظمة دولية IFD وIFD الدولية لحقوق الإنسان، ومعنا عدد من الزملاء ومن المنظمات الشريكة، على الأقل أنه استطعنا أن نساهم في كسر ذلك الصمت الدولي، وأن نفضح ونساهم في إسقاط القناع عن تلك الوجوه الحقيقية من خلال يعني إعطاء الصورة الحقيقية عن القضية وشرح المشهد كما هو، ليس كما تريد وسائل الإعلام الغربية أن تسوقه للمواطن الغربي. فبالتالي كان هناك تواصل مع الأحزاب السياسية، مع مكونات المجتمع المدني بداية في عدد من الدول الأوروبية، وتحدث عن فرنسا، هناك ائتلاف وطني فرنسي كبير جدا أسس منذ 2007 ونحن في داخله، ومعنا عدد من المنظمات الحقوقية يضم أحزاب سياسية، نقابات عمالية، نقابات قضاة، نقابات محامين في هذا الائتلاف، واستجابت وكانت في الموعد الذي خالفته حكومتها هي كانت في الموعد. هذا دور من الأدوار على الشق المدني. ثم هناك الشق القانوني والحقوقي، على أنه لم نقف فقط متفرجين، لم نكن فقط متظاهرين رافعين للشعارات، لا، ولكن قلنا ينبغي أن نطرق باب القضاء الدولي، على اعتبار أننا كفريق قانوني أسس منذ 2009 وهو يشتغل إلى جانب محكمة الجناية الدولية حول الملف الفلسطيني. أدخلنا في 9 نوفمبر 2023 دعوة إلى المدعي العام، كانت الأولى حول جريمة الإبادة الجماعية التي اقتنعنا بأركانها وبقيامها منذ الأسبوع الثاني من أكتوبر على أن بوادر الإبادة الجماعية بدأت تكتمل. لذلك تشكلت هذه القناعة، قلنا الدعوة المقبلة التي سندخلها إلى الجنائية الدولية ستكون حول جريمة الإبادة الجماعية ودون أي جرائم أخرى حتى وإن توفرت، على اعتبار أنها هي الجريمة الأشد الأعلى خطورة. لكن قبل ذلك، وهذه نقطة مهمة أود الإشارة إليها، تنبهنا إلى أنه ينبغي أن نطرق كذلك باب محكمة العدل، وكان العائق في ذلك أنه لا يحق لنا نحن كقانونيين كمحامين، ولا يحق لنا نحن كمنظمة حقوقية أن نتوجه إلى محكمة العدل الدولية. لذلك نشدنا من إعلام منابر عدة منذ الأسبوع الثاني من أكتوبر عدة دول صديقة للشعب الفلسطيني أن تتبنى هذا المشروع وأن تتبنى هذه القضية. دول عربية كثيرة طرقنا بابها، لكنها للأسف الشديد سواء أنها رفضت أو أن هناك عائق شكلي، وهو أنها غير مصادقة على الاتفاقية لكنها متحفظة على المادة 9. ثم بعد ذلك في 9 نوفمبر توجهنا إلى السيد المدعي العام للجنائية الدولية بدعوة على خلفية جريمة الإبادة الجماعية، وقدمنا له قائمة بمن نتهمهم نحن بارتكاب هذه الجريمة الإبادة الجماعية، كان على رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الدفاع، مستشار الأمن القومي، وغيرها من الشخصيات، وزير يعني قائد القوات الإسرائيلية، وغيرها من 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 الشخصيات العسكرية والمدنية. واستجابت محكمة الجناية الدولية لمطلبنا وقبلت الشكاية وتدارستها، وأعلن المدعي العام من على رفح بأن هناك تحقيق جاري على ما يحدث في غزة، أن هناك تحقيق جاري. وبالفعل في لقاءاتنا المتوالية محكمة الجناية الدولية أكد لنا الفريق تحقيق داخل محكمة الجناية الدولية أن هناك عمل دؤوب لهذا لمحكمة الجناية الدولية. طبعا هناك مبدأ في القانون الجنائي الدولي وفي القانون الجنائي عموما، وهو سرية التحقيقات حفاظا على المعلومات وحماية للضحايا، على اعتبار أن فريق المحكمة الجنائية الدولية تنقل إلى عواصم عربية عدة وإلى عواصم أوروبية، أينما وجدت الضحية خرجت للعلاج اجتمع إليها المدعي العام للجنائية الدولية. جميل. اجتمع إليها المدعي العام محكمة الجنائية الدولية، وأنا أقول من على شاشتكم كذلك على أن ما يروج وتخوف نتنياهو من صدور مذكرة توقيف، أنا أؤكده وأعلنت عن ذلك منذ أسبوعين أو ما يزيد، أننا لنا أخبار مؤكدة من داخل الجنائية الدولية أنه تم التوافق على تلك اللائحة، وأنها مسألة وقت ليست إلا، ستصدر هذه المذكرة وسنرحب بها
وسنذهب بها إلى القضاءات الأوروبية. لن نقف عند ذلك. ليست محكمة العدل هذه محكمة الجنايات الدولية. محكمة الجنايات الدولية لها آليات تنفيذية. إذا كانت تلك الآليات مفتقدة لدى محكمة العدل فهي متوفرة لدى محكمة الجنايات الدولية، على اعتبار أن هناك مبدأ أساسي لدى محكمة الجنايات الدولية أن الدول الأعضاء ينبغي أن تحترم قرارات محكمة الجنايات الدولية، الدول الأعضاء في الجنائية الدولية. نستبعد ومن المستحيل أقول وأعلن التحدي على إذا ما صدرت هذه المذكرة أن يجرؤ أحد ممن على رأس تلك المقدمة أن يأتي إلى الدول الأوروبية. سنستقبله طبعا، سنستقبل أي شخصية، نستقبلها بالمدعي العام وبقضاء التحقيق وبالأمن اللازم من أجل الاعتقال. إذن برأيك دكتور ماجد، كيف يمكن البناء على ما أنجزته جنوب أفريقيا لإيصال جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية؟ لأنه فكرة أن أي دولة تستطيع أن تفعل ما يحلو لها أيضا تآكلت أو تتآكل بشكل تدريجي والآن بشكل سريع، وأنه لا يمكن أن إسرائيل أن تبقى بعيدا عن العقاب، وأنه لا يمكن حجم الجرائم لا يمكن تجاهله. طبعا تعرف محكمة العدل الدولية قضية قد تأخذ سنوات، والحرب عموما كما عرفناها في 6 شهور للأسف تم تدمير 90%. الحرب كما عرفناها خلال 6 شهور قد انتهت، لكن مهم جدا أن يستمر العمل لتجريم إسرائيل ومحاسبتها ومعاقبتها. يعني تعرف أنه خلال الأسبوع الماضي تم استنزاف ساعات من جهودهم، اجتماعات عديدة عقدها مستشار الأمن القومي عقدتها الحكومة الإسرائيلية، وهناك شعور جدي بالمخاوف. حتى أمس يتحدث وزير الخارجية إسرائيل كاتس أنه عند اللزوم قد لا نسافر. هذا أمر مهم جدا، نزع الشرعية عن عما تفعل الحكومة الإسرائيلية، عما تفعل إسرائيل كدولة بالذهاب إلى كل ساحات المحاكم. والأمر المهم جدا هنا هو محكمة، يعني مع أهمية كل ما يجري في ساحات القضاء سواء محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية لفرض حصار وفرض عزلة على إسرائيل كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. هذا أمر مهم جدا من الناحية السياسية. لكن أنا أذكر دائما مقولة مهمة لمفوض سابق لحقوق الإنسان في فلسطين، مفوض أممي سابق لحقوق الإنسان في فلسطين، القضية الفلسطينية لأن على أهمية ما يجري في ساحات القضاء، لن تحسم في ساحات القضاء، تحسم في ساحات الرأي العام اللي يجب أن يفرض سلطاته أو يفرض رأيه ومزاجه العام على الحكومات، خصوصا في الدول الديمقراطية وخصوصا في الدول الكبرى. هذا يعيدنا إلى أهمية ما يجري في ساحات القضاء وأهمية ما يجري في ساحات القضاء. أنه أنت لا تقول أنه فقط، يعني التقارير العالمية موثقة وهناك أيضا شهادات منظمات حقوق الإنسان الموثوقة اللي تأخذ فيها الغرب طبعا في قضايا في اتجاه روسيا وتجاه الصين وتجاه إيران مثلا، قضايا محقة لهيومان رايتس ووتش أو أمنيستي أو منظمات حقوقية أخرى. لكن عندما يصل إلى إسرائيل يتم إلقاها في سلة المهملات. إنه الأمر ليس فقط تقارير إعلامية ومشاهد فيديوهات صادمة من غزة، والأمر حتى ليس تقارير لمنظمات حقوق إنسانية غربية أيضا أو أممية موثوقة. نحن أمام شهادات وأمام أحكام أو أمام أدلة من ساحات المحاكم الدولية اللي تقول أن هناك شبهات جدية وارتكاب إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب، هناك مسؤولين إسرائيليين. لأنه هذا مهم جدا، عندما تطلب فرض عزلة على إسرائيل، فرض مقاطعة على إسرائيل، فرض مقاطعة على البضائع الإسرائيلية، فرض مقاطعة على المستوطنات وتحريض الشارع، أنه يعني نحن نحتاج إلى سلم متكاملة منها العمل القضائي ومن العمل السياسي ومن العمل الإعلامي ومن العمل القانوني. لابد طبعا أن يكون هناك تواجد لمرجعية فلسطينية لكي تحاول أن تنظم أو تؤطر هذا الجهد في أبعاد مختلفة. لكن مهم جدا ما يجي في الساحات القانونية، مهم جدا تجريم إسرائيل وظهارها على حقيقة لاستخدام ذلك في المعركة الأساسية اللي هي سياسية أو متعددة الأبعاد، من القضايا للقول أن إسرائيل هي دولة ترتكب جرائم، لابد وبما أنها ترتكب جرائم لابد من فرض عقوبات عليها. يعني تخلي حتى منذ أيام ويعني أسبوعين وزير الخارجية الفرنسي قال أنه إذا كانت هناك مخاطر مجاعة جدية فيجب أن نفكر حتى في فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على إدخال الغذاء والمساعدات إلى غزة. يعني هذا ما يجري في ساحة القضاء هو مهم جدا، يجب أن يستمر، لابد أن ينتقل إلى المحاكم الوطنية لمنع المسؤولين الإسرائيليين من التنقل حتى كما قال وزير الخارجية إسرائيل كاتس أمس. والأهم هو أخذ هذه الوثائق إلى الرأي العام، إلى ساحات الرأي العام، إلى ساحات الإعلام، إلى ساحات الاقتصاد، في الميادين اللي يتم فيها التظاهر من أجل فلسطين وتكبر الرواية الفلسطينية، للقول أن القضية متكاملة ضد إسرائيل، ولابد أن يكون هناك خطوات سياسية تبني على هذه الخطوات القضية في فرض عقوبات، في فرض عزلة، في استخدام، في إصدار قرارات من مجلس الأمن حسب البيان السابع لإجبارها على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بما في حقه المركزي في تقرير مصيره وإقامة دولة المستقل. إذن دكتور عبد المجيد، يعني ماذا عن دول الإقليم؟ هل لها أي دور إيجابي في حماية الفلسطينيين ولو بشكل بسيط؟
على مستوى الحكومة تعتقد أن دول الإقليم تركت الشعب الفلسطيني يواجه مصيره للأسف الشديد؟ هذه الدول التي تخلت عن أهل غزة في كل شيء إلا في القمم والشعارات والتصريحات، كانت حاضرة أمام الكاميرات لكن غائبة في الميدان، غائبة من أجل إنقاذ الطفل الفلسطيني والمرأة الفلسطينية والمستشفى الفلسطيني الغزاوي بالخصوص. هذه الدول لم تكن في الموعد للأسف الشديد. ويعني لا نعول عليها ولا يمكن التعويل عليها على الإطلاق. عندما اجتمعت والتمت هذه الدول في قمة من القمم للأسف الشديد، عجزت على أن تخرج ببيان موحد. خطابتها كانت مبعثرة، لا رؤية واحدة، لا سياسة واحدة، للأسف الشديد. إذا كان نحن لا نعول عليها ولا نحب أن نطيل الكلام فيها، نحن نعول على ما نقوم به كفرق، كمنظمات حقوقية، كفرق قانونية، هذا هو المعول عليه. المعركة بالنسبة لنا كقانونيين معركة قانونية، المعركة معركة حقوقية. والاحتلال الإسرائيلي يعي جيدا قوة هذه المعركة وخطورة هذه المعركة عليه. لا تأتي معارف هكذا الجريدة الإسرائيلية وتتحدث عن توتر يعيشه نتنياهو كلام من وحي الفراغ، بل هو واقع وحقيقة، لأن الاحتلال الإسرائيلي يعرف قيمة هذه الإجراءات ويعي بأن المواجهة مع الجنائية الدولية مختلفة تماما عن المواجهة مع محكمة العدل الدولية. هذه مرحلة أخرى سيدخلها الاحتلال الإسرائيلي. انتهى زمن الإفلات من العقاب، انتهى هذا الزمن. وأنا أضيف إلى الجناية الدولية كما ذكر أستاذ ماجد، القضاء الوطني الدولي تم تفعيله. نحن لجأنا في الجمعة الماضية ووضعت دعوة لدى السيد المدعي العام في فرنسا على مزدوجي الجنسية، وهذا ملف تمت إثارته الآن أمام القضاء الفرنسي على خلفية فيديو انتشر لجندي فرنسي يتحدث بالفرنسية وهو يتباهى بتعذيب معتقل من معتقلي مجمع الشفاء، وهو أعتقد من الأطباء، كان يتباهى بتعذيبه ويظهر أثار التعذيب على ظهره. فنحن وثقنا ذلك الشريط في 4 فيديوهات وتم توثيقها واستخراج ما فيها وإعطائها الصبغة التوثيقية، وتوجهنا بها للسيد المدعي العام مع إرفاق بتصريح لوزير الناطق الرسمي بالخارجية الفرنسية. عندما سألته الصحافة الفرنسية ما رأيك في هذا الشريط، فقال هذا شيء مقزز. هذا تصريح الناطق الرسمي للخارجية. أرفقنا هذا التصريح بتلك المستندات بتلك التوثيقات للسيد المدعي العام من أجل تحريك المتابعة في حقه والأمر باعتقاله واعتقال كل الجنود الفرنسيين المتواجدين، كل من يرتبط ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو مساهمته في جرائم الإبادة الجماعية سيعتقل سيحاسب. هذا محور آخر من محاور المعركة. هناك معركة المرتزقة كذلك، ملف المرتزقة سيفتح عن قريب. الأسبوع الماضي ستدخل شكاية جديدة عن التسليح كذلك، عن ملف التسليح في أوروبا لعدد من الدول الأوروبية. انتهت المطالبات البرلمانية الآن، نعالج هذا الأمر مرحلة بمرحلة بتنسيق مع الأحزاب السياسية في أوروبا. الآن ستبدأ معركة قضائية على المستوى الدولي مع القضاءات الوطنية في إطار الاختصاص الطبيعي. لن نتحدث عن الاختصاص الولائي، في إطار الاختصاص الطبيعي، وبعد ذلك سننتقل إلى مرحلة الاختصاص الولائي في قضايا مهمة جدا كذلك إن شاء الله. أخيرا دكتور ماجد، ألا تروح في الأفق أي تسوية أو أي وقف لإطلاق النار في غزة في هذه الأثناء؟ يعني الآن هناك محاولات، هناك ورقة مصرية، يعني غدا إن شاء الله سيتوجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة لتقديم رده على الورقة المصرية. يعني تعرف في الماضي كان المقترحات الإسرائيلية يتم تقديمها عبر أمريكا إلى الدول العربية لكي تفاوض إسرائيل على مقترحاتها. المقترح المصري الأخير أنا أعتقد أنه أمريكي ليس إسرائيلي، لأن هناك خلافات جدية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى القيادة الإسرائيلية. يعني ما زالت الولايات المتحدة تدعم إسرائيل لكن عندها مشاكل جدية مع هذه الحكومة. ورقة مصرية جديدة تتحدث، وربما يعني مقترحات أخرى تتحدث عن هدنة لمدة عام، وتتحدث عن صفقة تبادل ثم عن مساعدات وإدخال
الجانب السياسي فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، وأن تكون السلطة ضمن حكومة توافق فلسطيني تعمل عليها مصر بشكل مختلف. لكن الآن هناك محادثات جدية، يجب أن ننتهي من الحرب بمنحاة سابق انتهت، وأن نتنياهو كان يريد أن يطيلها وطالها من أجل بقاء السياسي. هناك عمل كبير الآن لمنع المجزرة في رفح، لأن أي عملية في رفح ستكون مجزرة بالمعنى الحقيقي للكلمة. والآن هناك عمل لكي تكون صفقة لمدة هدنة لمدة أسابيع، ثم تتحول إلى هدنة مستمرة لمدة عام تقريبا بعد الانتهاء من تبادل الأسرى، ولن تكون هناك عملية في رفح، وسيكون هناك خطوات جدية يفترض خلال العام فيما يتعلق بترتيب البيت الوطني الفلسطيني بشكل مختلف، تشكيل حكومة وإعادة بناء منظمة التحرير بنصر منفصل. لكن الخطة أساسا تتحدث عن هدنة لأسابيع، يتم فيها تبادل أسرى، يتم فيها عودة النازحين إلى الشمال، يتم فيها إدخال المساعدات، ثم بعد الهدنة التي تكون ربما في حدود 10 أسابيع بشكل للانتهاء من كل صفقة تبادل الأسرى وإدخال المساعدات وعودة النازحين، ستكون هدنة لمدة عام، ويفترض أن يكون خلال هذا العام عمل جدي على الجذر السياسي للقضية الفلسطينية. في هذه القضية قطر ستكون ضامنة، مصر ستكون ضامنة، الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ستكون حاضرة. نأمل أنه أن نرى هدنة قريبة، ونرى أن عمل جدي لإغاثة الناس مساعداتهم، والأهم الانتباه إلى الحل السياسي والجذر السياسي وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وتقرير مصيره بنفسه. تعالى شكرا جزيلا لك دكتور ماجد عزام الكاتب والباحث الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب. أشكر لك دكتور عبد المجيد مراري قسم رئيس قسم الشرق الأوسط بمنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان. شكرا. شرفتنا في الاستوديو هنا، والشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن نلتقيكم في مساء مني جديد، كونوا برعاية الله وبركاته.